الرئيس السيسي يوجه بالحفاظ على مخزون السلع الغذائية وتحديد سعر للقمح ليحقق عائدا مجزيا للمزارعين. مدبولي يؤكد أن الدولة تتبنى سياسات محددة لزيادة حجم الصادرات وفتح المزيد من الأسواق تنفيذا لتوجيهات الرئيس. واحتفالات حاشدة في بوينس آيرس بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة بتاريخها بفوزها على فرنسا بركلة الترجيح. الواحدة بعد منتصف الليل 11 بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع هاجر سليمان. أهلا بك يا هاجر. شكرا ندى، ومشاهدينا تحية طيبة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك زراعة المحاصيل للموسم الزراعي الحالي. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية. حيث استعرض الدكتور علي المصلحي في هذا الصدد المخزون الاستراتيجي لكل من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، والذي يكفي الاحتياطي منهم لمدة من 4 إلى 6 أشهر، فضلاً عن المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن والذي يكفي لمدة عام كامل. وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة. كما تابع السيد الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح 2022-2023 على مستوى الجمهورية، موجها سيادته بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح. أضاف المتحدث الرسمي أن اللواء وليد أبو المجد أعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، خاصة مزرعة وادي الشيح بمحافظة أسيوط، والتي تشمل زراعة القمح بأفضل تكنولوجيا الزراعة الرقمية الدقيقة، إلى جانب عدد من الزراعات الأخرى كالموالح والذرة. كما تم ضم مزرعة إنتاج حيواني من أعلى سلالات إنتاج اللحوم، فضلاً عن الإنتاج الداجني والاستزراع السمكي، وكذلك عدد من المصانع التي تهدف إلى تعظيم قيمة الزراعات داخل المزرعة. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة الذي يضم 6 مصانع متنوعة لتغطية الإنتاج المحلي والتصدير، وذلك بالتعاون مع الخبرة الألمانية العريقة المتمثلة في شركة تيسن كروب العالمية. تابع السيد الرئيس أيضاً الموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي، سواء من حيث محتويات الوجبة وتكلفة إنتاجها وسبل توزيعها على مختلف المراحل العمرية بالمدارس. واطلع السيد الرئيس كذلك على موقف مشروع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، سواء من ناحية الإنشاء أو التجهيز، وكذلك الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة في تجميع البلازما. هذا وتواصل الدولة تكثيف الجهود لتوفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على المواطنين.
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة وسرية حساباتهم، مشيرا إلى أن مشروع القانون دقيق جدا فنيا وقانونيا، ويقتصر مجال أعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول. إن هذا المشروع المعروض على حضراتكم اليوم دقيق جدا فنيا وقانونيا، وله آثار هامة بالنسبة للدولة، لأنه يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخرا، وهي الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، خاصة وأن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وفي هذا الإطار أود أن أؤكد على أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية له. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للنفاذ إليها، وذلك وفق توجيهات الرئيس السيسي. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية. كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى للعمل على تذليل مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية الصادرات المصرية، ومنها المطالبات بأن تكون هناك سفن لنقل البضائع المصرية المختلفة وشحنها للدول الخارجية خاصة الإفريقية. كما أكد أهمية الإسراع في تنفيذ مختلف الجهود التي من شأنها أن تسهم في تنمية حركة التبادل التجاري بين الدول المختلفة. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتحديد عدد من المشروعات التنموية بالدراسة الخاصة بمشروع المثلث الذهبي لبدء العمل بها، وخلال ترأسه اجتماعا لمتابعة جهود تنمية منطقة المثلث الذهبي، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة ستكون واعدة في مجال التعدين لاحتوائها على ثروات تعدينية. شاركت وزارة الداخلية في الاحتفال بيوم الشرطة العربية الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام، وذلك تأكيدا على تفعيل التعاون الأمني بين مصر وأشقائها العرب في كل مجالات العمل الشرطي بما يعود بالاستقرار على البلدان العربية. في 18 من ديسمبر من كل عام يتم الاحتفال بيوم الشرطة العربية تخليدا لمسيرة العمل الأمني العربي المشترك، والذي شهد خلال هذا العام فعاليات أمنية عربية مشتركة مكثفة ساهمت في تعزيز هذه المسيرة. وإيماناً من وزارة الداخلية بأهمية هذا التعاون وانعكاساته على أمن الشعوب العربية، تحرص على المشاركة في الاجتماعات السنوية لوزراء الداخلية العرب، والذي يعد فرصة للتباحث وتبادل الخبرات الأمنية واستعراض للتجارب الأمنية الوطنية. وقد ساهم التعاون العربي الأمني المشترك في تقويض حركات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية الضالعة في مجال تهريب المهاجرين عبر الحدود أو جلب وتهريب المواد المخدرة لإغراق البلدان العربية بها، ما انعكس على حماية هذه البلدان من مخاطر هذه المواد وتقويض حركة هذه العناصر. وفي إطار التعاون الثنائي مع وزارات الداخلية بالدول العربية الشقيقة لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات،
تم توقيع اتفاقية في مجال مكافحة الجريمة مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية. كما استقبلت الوزارة عدداً من وزراء الداخلية وقادة الأمن العرب لزيارة عدد من المنشآت الشرطية المصرية للاستفادة من الخبرة الأمنية المصرية. واستضافت مصر المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية بحضور قيادات أمنية عربية لتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان وتفعيل دور المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام في مجال حقوق الإنسان. كما تحرص الوزارة على اتخاذ خطوات نوعية في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان من خلال إحداث طفرة نوعية في منظومة السياسة العقابية باستبدال السجون التقليدية بمراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وبالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام نظمت الوزارة ورشة عمل افتراضية بعنوان تطوير السياسة العقابية في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم 222 منحة دراسية للكوادر الأمنية العربية بأكاديمية الشرطة خلال العام الدراسي 2021-2022، وخصصت الوزارة 20 منحة للكوادر الشرطية بوزارات الداخلية بالدول العربية الشقيقة للحصول على دبلوم حقوق الإنسان بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة. وشاركت الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي في بطولة الشرطة العربية للكاراتيه والتي عقدت بالجزائر، وحصل فيها فريق اتحاد الشرطة الرياضي للكاراتيه على المركز الأول. الاحتفال بيوم الشرطة العربية هو فرصة لتعزيز العلاقات وتدعيم الثقة بين الشرطة والمجتمع، وهو عنوان للتقدير الدائم لأرواح من ضحوا من رجال الشرطة لتنعم الأوطان بالأمن والطمأنينة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 689 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 752 طن مواد غذائية وغير غذائية، ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 47 طن، وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض تم ضبط أكثر من 634 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قرابة 71 طن، كما تم ضبط 917 قضية من بينها 243 قضية خبز ناقص الوزن و272 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة. وقال المركز إنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي أكدت أن المدينة الترفيهية هي مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، مؤكدة أن كل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة بشكل كامل، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماما عن الموازنة العامة للدولة وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، ومن ثم توجه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء والتشغيل لمختلف المشروعات.
أدانت مصر العمل الإرهابي الذي استهدف دورية للشرطة العراقية بمحافظة كركوك، والذي أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت مصر تضامنها ودعمها الكامل لدولة العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة ثقتها في أن مثل تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرار على دحر الإرهاب واستئصال جذوره. وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق ولذوي الضحايا الأبطال، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن حماية حدود بلاده أولوية دائمة. وفي كلمته الليلة بالفيديو، أشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة. تأتي تصريحات الرئيس الأوكراني قبل زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو، وتوقعات بأنه قد ينطلق من بيلاروسيا. أكد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس ميهال أن بلاده بحاجة إلى أسلحة لحماية شعبها والبنية التحتية والمرافق الحيوية ولمنع ما وصفها بالإبادة الجماعية. وأضاف ميهال أن روسيا شنت هذا الأسبوع هجومها التاسع واسع النطاق على نظام الطاقة الأوكراني ومنشآت الإمداد الحراري للتدفئة، ونوه بأن قوات الدفاع الجوي نجحت في تدمير 60 صاروخا معاديا. أعلنت القوات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في عموم البلاد، محذرة من موجة هجمات روسية جديدة. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن نحو 25 قرية أخرى في محيط مدينة بخموت تعرضت لقصف روسي كثيف، مشيرة إلى أن القوات الروسية تواصل قصفها باتجاهي خرسون وزابوريجيا وتقصف البنية التحتية في 32 منطقة على الضفة اليمنى من نهر دنيبرو في مقاطعة خرسون. زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويغو تفقد القوات المنتشرة في منطقة العملية العسكرية بما في ذلك خط الجبهة، مشيرة إلى أن المسؤولين العسكريين قدموا لشويغو تقارير عن الوضع الراهن على الأرض وتحركات القوات الروسية. عاد نظام التدفئة بالكامل إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد القصف الروسي الأخير الذي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إنه تم استعادة نظام التدفئة في العاصمة بالكامل، وتعمل جميع مصادر إمدادات التدفئة بشكل طبيعي. وفي وقت سابق أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا في واحدة من أعنف موجات قصفها منذ الأزمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد وتوقف نظام التدفئة وشبكة المياه. أفادت سلطات منطقة بيلغراد جنوب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء قصف استهدف المدينة. وأكدت السلطات أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في المنطقة. من جانبهم قال 3 شهود إنهم سمعوا انفجارات مدوية في المدينة الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات تمكنت من السيطرة على قرية ياكوفيليفكا الواقعة في أراضي دونيتسك وتحريرها من العسكريين الأوكرانيين،
مشيرة إلى أن حصيلة قتل العدو على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديا خلال يوم، كما أعلنت الوزارة إسقاط طائرة من دون طيار واعتراض 9 قذائف من راجمات صواريخ هايمارس. أعلنت السلطات الروسية في زابوريجيا أن المطلب الرئيسي لإنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية يأتي من خلال انسحاب القوات الأوكرانية إلى مسافة لن يتمكنوا منها من ضرب المحطة. وقالت السلطات إن الخطر على المحطة النووية يأتي حصريا من المقاتلين الأوكرانيين الذين يطلقوا النار على المنشأة، مشددة على أن حماية المحطة من اختصاص روسيا. وتتعرض المحطة النووية الأكبر في أوروبا بين الحين والآخر لقصف وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف. أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن مسؤولين أمريكيين حاولوا منع كييف من شن هجوم على رئيس الأركان الروسية فاليري غريماسيوف لغرض اغتياله. وأفادت نيويورك تايمز بأن الإدارة الأمريكية كانت أول من اكتشف خطط غريماسيوف لزيارة الخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا، مضيفة أن الولايات المتحدة لم تمرر هذه المعلومات إلى أوكرانيا خوفا من أن تؤدي محاولة اغتياله إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا. وقالت الصحيفة الأمريكية أن المسؤولين الأمريكيين حاولوا إقناع أوكرانيا بإلغاء الهجوم، واضحة أن كييف مضت بتنفيذ مخططها، لكن غريماسيوف لم يصب بأذى. رفضت ألمانيا مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا ومناطق دونباس بالشروط الروسية. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها لا ترى بصيص أمل في وقف قريب لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه ما يتوجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو إعطاء الأوامر لجنوده بالانسحاب من الأراضي الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة أرسلت مجموعة من صواريخ بريمستون 2 عالية الدقة إلى أوكرانيا. أضافت الوزارة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حزمة من المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه المساعدة لعبت دورا حاسما في دعم قوات كييف. قال نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو إن بلاده قدمت احتجاجا شديدا إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد أن أطلقت بيونغ يانغ الشمالية صاروخين باليستيين. وأضاف أن سلسلة الاستفزازات المتصاعدة بسرعة في كوريا الشمالية تهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي، ويجب عدم التسامح معها. يأتي هذا بينما عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني لبحث تدابير التعامل مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية. اتفق المشاركون في الاجتماع على تعزيز التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لمواجهة ما أسموه باستفزازات كوريا الشمالية. أدان الأعضاء إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين ووصفوه بأنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزاز بالغ يصعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ويهدد السلام والأمن في المنطقة. كان الجيش الكوري الجنوبي قد أكد أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باتجاه بحر اليابان. ويأتي إطلاق الصاروخين بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية محركا عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، وصفته وسائل إعلام روسية بأنه اختبار هام لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد.
بعد أيام من إعلان نجاحها في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أشارت إلى أن الصاروخين كانا متوسطي المدى وحلقا لمسافة 500 كيلومتر تقريباً. من جانبها أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلاً عن مسؤولين بالحكومة أن الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام فقط من الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية على محرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة. قال خبراء إنه سيسمح بإطلاق أسرع وأسهل تنقلاً للصواريخ الباليستية في إطار سعيها لتطوير سلاح استراتيجي جديد وتسريع وتيرة برامجها النووية والصاروخية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الاختبار الذي تم بإشراف الزعيم كيم جونغ أون أجري في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي يستخدم لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بما يشمل محركاتها ومركبات الإطلاق الفضائية. هذه التطورات تأتي في وقت يشهد توتراً كبيراً في شبه الجزيرة الكورية، حيث قال بيونغ يانغ إن جيشها أصدر أمراً طارئاً بالتأهب للوحدات القتالية على جميع المستويات، كما أمرت وحداتها العسكرية بإطلاق قذائف المدفعية بالبحر رداً على مناورات أمريكية كورية جنوبية في منطقة حدودية. وأجرت كوريا الشمالية هذا العام سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية، إحداها في نوفمبر الماضي لصاروخ عابر للقارات يعد الأكثر تطوراً، كما أعلنت في سبتمبر الماضي أن وضعها بوصفها قوة نووية أمر لا رجوع فيه، لتغلق بذلك نهائياً الباب أمام أي مفاوضات بشأن نزع سلاحها، ثم توعدت الولايات المتحدة برد نووي في حال وقوع هجوم يستهدف أراضيها. أقر البرلمان الفرنسي مشروع موازنة الدولة لعام 2023 بعد رفض مذكرة أخيرة لليسار في الجمعية الوطنية ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت. بذلك تكون الحكومة قد لجأت 10 مرات خلال شهرين إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور للتمرير من دون تصويت ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، ولم تلجأ الحكومة إلى هذا البند الدستوري بهذه الوتيرة منذ خريف عام 1989. بعد أن خففت السلطات الصينية خلال الأسبوعين الماضيين العديد من الإجراءات التي أجبرت الكثير من الناس على البقاء في المنزل جراء فيروس كورونا، أظهرت تقارير جديدة زيادة الإصابات بكورونا. المزيد في سياق هذا التقرير. الانتشار السريع لإصابات فيروس كورونا في الصين يثير مخاوف محلية ودولية بعد تخلي بكين عن سياسة تصفير الإصابات ورفعها القيود مطلع الشهر الحالي. وفيما اعترفت السلطات بأنه من المستحيل إحصاء عدد الحالات الجديدة، توقعت دراسة من معهد القياس الصحي والتقييم أن يؤدي رفع القيود إلى انفجار في عدد الإصابات ووفاة أكثر من 1 مليون شخص خلال العام المقبل. ورفعت الصين هذا الشهر بعضاً من أشد القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد-19 في العالم، وباتت تشهد الآن ارتفاعاً في عدد الإصابات مع مخاوف من أن يتضاعف تفشي الفيروس خلال عطلة العام القمري الجديد الشهر المقبل. كما دعت الهيئة المسؤولة عن مكافحة كوفيد-19 الحكومة المحلية إلى زيادة المراقبة والرعاية الطبية للعائدين إلى عائلاتهم في المناطق الريفية مع اقتراب العام الصيني الجديد في يناير، حيث يتسبب هذا الحدث بأكبر حركة انتقال في العالم، كما تشير التوقعات إلى زيادة الرحلات هذا العام بعد رفع القيود المفروضة على السفر بين المقاطعات. في السياق، قررت مدينة شنغهاي إغلاق معظم المدارس مرة أخرى في عودة إلى أحد أكثر الإجراءات صرامة لاحتواء كورونا. ودعت هيئة التعليم في أكبر مدينة صينية الطلاب في جميع الفصول الدراسية فيما عدا طلاب المدارس المتوسطة والثانوية إلى مواصلة الدراسة في المنزل بدءا من الأسبوع المقبل. أكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن معدلات الإصابة بالجدر القردة شهدت انخفاضاً كبيراً منذ الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري.
أضاف المركز أن إجمالي حالات الإصابة بجدر القردة منذ بداية انتشاره خلال العام الجاري وحتى الفترة الحالية بلغ 20,934 حالة شملت 29 دولة أوروبية ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بالإضافة إلى 62 إصابة بين 3 من دول منطقة البلقان. تعرضت النمسا إلى موجة حادة من الثلوج والصقيع، حيث هبطت درجات الحرارة إلى 24 درجة تحت الصفر في بعض المناطق، وبدأت الأجهزة المحلية في مختلف البلدات تكثف جهود إزاحة الجليد والذي ارتفع لأكثر من متر في بعض المناطق وتسبب في إغلاق العديد من الشوارع والممرات. كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية النمساوية أن يكون الطقس أكثر دفئا خلال الأيام المقبلة. قالت شركة ياندكس الروسية إنه تم تأجيل أكثر من 50 رحلة جوية وإلغاء نحو 13 في مطارات موسكو، وذلك بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب العاصمة منذ أيام. وفي وقت سابق أعلن المتخصصون في مركز فوبوس للطقس أن ما يقرب من ثلث الأمطار الشهرية سقطت في موسكو في يوم واحد 50% من الأمطار الشهرية في منطقة موسكو. ألغت كوريا الجنوبية رحلات جوية بسبب عاصفة ثلجية، وأعلنت وكالة أنباء كوريا الجنوبية إلغاء 51 رحلة مغادرة و44 رحلة قادمة إلى مطار جيجو الدولي جنوبي البلاد، وتم وضع المطار تحت تحذير من الرياح الشديدة بعد أن غطته الثلوج المتساقطة بكثافة في وقت سابق، كما شهدت أجزاء أخرى من البلاد حوادث طرق. فتحت شرطة ماليزيا تحقيقا بعد مقتل 24 شخص على الأقل في انهيار أرضي، بينما استمرت عملية البحث عن المفقودين لليوم الثالث. حدث الانهيار الأرضي تحت مخيم غير مرخص في مزرعة قرب العاصمة كوالالمبور، تزامن مع الأمطار الموسمية في ماليزيا. اختتمت المرحلة الثانية من الاجتماع 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي كوب 15 في مونتريال بكندا، ويستعرض كوب 15 إنجازا وتنفيذ خطة اتفاقية التنوع البيولوجي الاستراتيجية للفترة ما بين 2011-2020. هذا ومن المقرر أن يختتم كوب 15 غدا الاثنين باعتماد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020. الحفاظ على التنوع البيولوجي واتخاذ إجراءات إصلاحية في الإنتاج والاستهلاك والتجارة كانت محور الاجتماع 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي كوب 15 في كندا. وبعد اختتام المفاوضات على المستوى الوزاري، أوضح رئيس كوب 15 أنهم اتخذوا خطوات قوية نحو النجاح، مؤكدا أن كل الأطراف تريد التوصل إلى اتفاق، خاصة وأن الوزراء أعربوا عن إرادة سياسية قوية
تعكس فقدان التنوع البيولوجي العالمي، كما أقروا بأن المؤتمر هو الفرصة الأخيرة لإجراء هذا التغيير. وأشار هوانغ إلى أن وزراء الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ساعدوا مجموعات العمل على تحقيق تقدم في المحادثات حول القضايا الصعبة، بما في ذلك تعبئة الموارد ومعلومات التسلسل الرقمي المعروفة، مضيفاً أنه سيتم صياغة نص رئاسي يستند إلى التوافق الواسع الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع. بالتزامن مع مؤتمر كوب 15 دعا أكثر من 100 عالم وخبير من كل أنحاء العالم قادة الدول إلى حظر إطلاق الكائنات الحية المعدلة بالتكنولوجيا الحيوية الجينية في البرية، وطالب علماء بمجالات البيئة والأحياء الجزيئية والوراثة باحترام المبدأ الوقائي على نطاق عالمي ما دامت لم تتوافر بعض الأدلة التي تثبت عدم تسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة لتطبيق هذه التقنيات الحيوية الجينية الجديدة ومنتجاتها وكائناتها ومكوناتها بأي ضرر. وبرزت في السنوات الأخيرة مجموعة من أدوات التحرير الجيني الجديدة التي تسمى تقنيات الجينيوم الجديدة أو تقنيات التربية الجديدة، والتي تستهدف في المقام الأول الحشرات والنباتات. ويتحدث منتقد هذه التقنيات عن كائنات معدلة وراثيا جديدة يخشون من آثارها الضارة على التنوع البيولوجي، بينما يرى مؤيدوها أنها بمثابة حلول لصحة الإنسان أو الزراعة أو الحفاظ على الأنواع. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي كوب 15 إلى التوصل إلى اتفاق طموح بشأن التنوع البيولوجي. وقال ماكرون إنه لا ينبغي اتخاذ قرارات بسيطة، ولكن ينبغي القيام بأقصى ما يمكن، مشيرا إلى أن فرنسا قامت بحماية 30% من اليابسة والمحيطات و 33% من أراضيها تستفيد بالفعل من حالة الحماية، وأنشأت أيضاً ثاني أكبر منطقة محمية بحرية على الكوكب. أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن اتفاق لإصلاح كبير في سوق الكربون في الكتلة كجزء من طموحها لخفض الانبعاثات والاستثمار في التقنيات الصديقة للمناخ. وأشار بيان للبرلمان الأوروبي إلى أن الاتفاق يهدف إلى تسريع خفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من البدلات المجانية للصناعات واستهداف انبعاثات الوقود من قطاعي البناء والنقل البري. تنعى الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية ببالغ الحزن والأسى رجل الأعمال المهندس محمد الأمين. وتتقدم المتحدة للخدمة الإعلامية والعاملون في قنواتها وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالإنجازات التي حققتها مصر لبناء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة الذكية التي ستشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها، وفي كلمته أمام مؤتمر الإسكان العربي السابع بعنوان نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة. أشار أبو الغيط إلى أن قمة المناخ بشرم الشيخ كانت محطة فارقة في تاريخ الجهد الدولي لمجابهة تغير المناخ، إذ حرصت مصر على طرح موضوعات تهم الدول العربية وسعت لحشد توافق دولي بشأنها، مضيفا أن قطاع السكن لم يكن غائبا عن أجندة القمة، حيث أطلقت عددا من المبادرات والخطط، منها مبادرة المدن المستدامة للأجيال القادمة وأجندة شرم الشيخ للتكيف. يحتفي العالم العربي باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام،
وهو اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة ضمن لغات المنظمة الدولية. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير. 28 حرفاً وأكثر من 12 مليون كلمة بين المستخدم والمتروك هم قوام اللغة العربية التي يحل يومها العالمي بالتزامن مع الذكرى 49 لإدراجها لغة رسمية بالأمم المتحدة، وأقام مجمعها بالقاهرة احتفالاً بهذه المناسبة. إن اهتمامنا باللغة العربية الشريفة ينبع من عقيدة دينية، ثم من عقيدة وطنية وقيم حضارية وموروثات اجتماعية، فاللغة هي وعاء الفكر، بل هي الفكر بعينه، وهي وسيلة الاتصال والتواصل والتفاهم، والأهم من ذلك فهي رابطة قومية ترسخ جذور الانتماء للوطن. أخذ مجمع اللغة العربية على عاتقه مهمة مواجهة التحديات اللغوية وصون اللغة والحرص على مواكبتها العصر عن طريق إصدار معاجم متخصصة في فروع العلوم المختلفة، بالإضافة إلى التعريب وإيجاد أسانيد لغوية لضبط المصطلحات المنتشرة، واحتوائه مكتبة متنوعة الفروع بها مخطوطات نادرة في اللغة وغيرها. يجب أن يكون لهذه اللغة المقام الأول، فنحن نذكر الناس بهذا الموضوع، ونحن نطمئنهم إلى أن هناك أناساً يسهرون على خدمة هذه اللغة والتعريف بها والتيسير لقواعدها والتحبيب الناس فيها وكذا، من كل هذه الوظائف التي يعمل فيها مجمع اللغة العربية ومجامع اللغوية المجامع اللغوية العربية في العالم العربي كله. اللغة العربية تنتمي لعائلة اللغات السامية وتعد أكثرها استخداماً، فهي اللغة الأولى لأكثر من 467 مليون إنسان، ولها تراث ضخم في الأدب والعلم رسم لها أهمية عالمية، بالإضافة إلى مكانتها الدينية الرفيعة لكونها لغة القرآن الكريم. قيل إن الضاد لا ينطقها إلا لسان العرب، ومع ذلك شهد 18 من ديسمبر منذ 50 سنة إلا واحدة اختيار العالم متمثلاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية لغة الضاد لتكون إحدى لغاته الرسمية الستة. تيموثي إيهاب، إكسترا نيوز.
توج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره الفرنسي حامل لقب البطولة في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق. النجم ليونيل ميسي تقدم للتانجو في الدقيقة 23 عبر ضربة جزاء، ثم أضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم سجل النجم مبابي هدفين متتاليين في الدقيقتين 80 و81، ثم انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما. وفي الشوط الإضافي الثاني سجل ميسي مجددا هدف التقدم للتانجو قبل أن يسجل مبابي هدف التعادل ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها ميسي ورفقائه. شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس احتفالات حاشدة في الشوارع والميادين، وذلك بعد تتويج التانجو بلقب مونديال قطر 2022 بالفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية. خرج الآلاف إلى الشوارع احتفالا باللقب الثالث في تاريخ الأرجنتين. كما شهد محيط استاد لوسيل الذي استضاف نهائي المونديال شهد احتفالات كبيرة للجماهير الأرجنتينية، ورفعت الجماهير صور النجم ليونيل ميسي كما أشادوا بجميع لاعبي الفريق المتوجين باللقب الغالي. شهد مونديال قطر 2022 تألقا مبهرا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال مشوار البطولة. المزيد في سياق هذا العرض.
تعهد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمواصلة اللعب لمنتخب بلاده بعد الفوز بكأس العالم، وقال ميسي إنه سيواصل خوض مباريات مع المنتخب، موضحا أنه يريد الاستمرار في خوض بضع مباريات أخرى كبطل للعالم. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز أهم عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بالحفاظ على مخزون السلع الغذائية وتحديد سعر للقمح ليحقق عائدا مجزيا للمزارعين. مدبولي يؤكد أن الدولة تتبنى سياسات محددة لزيادة حجم الصادرات وفتح المزيد من الأسواق تنفيذا لتوجيهات الرئيس. احتفالات حاشدة في بوينس آيرس بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة بتاريخها بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة، كانت معكم في هذه الجولة الزميلة ندى رضا وأنا هاجر سليمان، في أمان الله.